كده كله تمام وزي الفل. خلاص يا حبيبتي كتر خيرك، يا ريت تمر علينا من الوقت للتاني. الله يخليكي. من عينيا. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، نورتي. على السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما يا أما أمي فين؟ أما بتزعق كده ليه يا واد؟ جبت عريس لظهر، إنما إيه حكاية؟ الناس اللي معاهم ألماظ وياقوت وزمرد. عايز نعمل إيه؟ نيلي دماغها، ليلي دماغها بكلمتين كده عشان توافق. يا ابني مش بس لما تشوفه يمكن ما يعجبهاش. يا ما يعجبهاش إيه؟ بقول لك عنده ألماظ، فلوس متلتلة على القلب وقد كده. لما يتقلها بالألماظ، أنت عارف أختك وعارف دماغها. الله، ياما يعني إيه؟ نرفض راجل زي ده؟ مش ممكن. أنت يا ابني اللي هتتجوزه ولا هي؟ هي طبعًا، بس برضو الدور والباقي عليك أنت ياما. اقعدي معاها كده في الهداوة وحاولي تقنعيها عشان تتجوزه، ساعتها ياما هنعيش في الهنا كله. أنت هتروحي أحسن مستشفيات، أنت هتقعدي في عربية كده وتلعبي في الإزاز تطلعي وتنزليه، وإحنا ما نقعدش في المكان اللي كله رطوبة ده. يا ابني كل كلامك ده ملوش لازمة، كلام في الهوا. المهم رسيت معاه هيدفع فيها كام؟ زهرة حبيبتي، زهرة زهرة، ازيك يا عسل؟ انت يا عسل، الحمد لله على السلامة. ايه رأيك نتعشى مع بعض؟ ليه؟ اشمعنى النهاردة يعني؟ حبيبتي انت راجعة من الشغل تعبانة وفطسانة وهفتانة، لازم تتقوتي بلقمة. انت عندك حق، عشان كده هقوم انام. لا لا مش هتعرفي تنامي وانت جعانه، انا مجربها قبل كده ما نمتش. ايه خليل في ايه؟ مش عاجبني حالك. ماله حالي؟ الحمد لله احسن من حال ناس كتير قوي. الحمد لله تمام، بس يعني انا عايز اريحك من الشقه والتعب اللي انت عايزه. خليل بقول لك ايه، انت في حاجه رسمها في دماغك وعايز تقولها، قولها وخلصني. جايب لك عريس. قول كده. عرفت ليه بقى انا عمال اتحايل عليك واقول لك تتعشي وتتعشي؟ وعريس على فكره اي واحده في الدنيا تتمناه من غير ما اي حد يتحايل عليها انها تتعشي. انت فايق ورايق، تصبح على خير. طب اعمل لك سندوتش عجوه. ترى مين اللي ماشي مع الواد خيلة ده؟ ياه جرى ايه؟ ده عريس اخته ياه. ادي العرسان اللي تفرح وتصر القلب بصحيح. ده خطيبك ده كان شايل حاجات تيجي اكتر من 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ انت بتقول ايه يا ابو سريع؟ انا شفت الحاجات دي بعناية، اللي هياخدهم الدود. اللي هياكلهم الدود قول ان شاء الله. اصبري بس انتي وهو، دلوقتي انا هروح وهعرف لكم كل الحاجات اللي جايبها له. المهم يا حبيبتي نولبك من حب جانب، مش يبقى زي القرع يمد البرة. جرى ايه ياما؟ هو عريسي ده عريس زهرة. يا ريته كان من نصيبك. ما هو من خيبتك، ما هو من خيبتك يا اخويا ووكستك اللي وكسنا بيها. يا راجل ما انتش عارف تحلق على الراجل لبنتك. يا وليه هو انا كنت بشم على ظهر ايدي؟ ما تصبر انت وهو بقى، ده لو زهرة اتجوزت العريس الغني ده شوفوا بقى الخير اللي هيعم على الكل. ولا خليل حبيب قلبي ساعتها بقى هيجيب كل الطلبات اللي طلبناها منه وفوقها بوسه. ما تتعشميش قوي يا روح امك، البنت زهره اخته دي ما هياش هبله عشان تبعتر فلوس جوزها. دي بنت واعيه وعارفه مصلحتها فيه كويس قوي، مش خايفه خيبتنا. هي الحكاية مين عندنا جوه؟ ده العريس اللي اخوكي جايبهولك. الهي يا رب يكون من حدك ومن نصيبك. اي الف سلامة عليك. اي 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 هو انت شفتيه ياما؟ انا قادرة يا بنت اتحرك من مطرحي عشان اشوفه. الظاهر بقى مش هطلع من هنا غير على تربتي. بعد الشر عليك يا ست الكل، ما تقولش الكلام ده بقى ياما. قالوا ايه؟ اخوك اللي طالع عليه الا يدخلني مستشفى، احنا يا بنتي حمل مصاريفها. يا لهوي ده الراجل ده هيبهدلنا فلوس ياما. ايه ده انت لسه قاعده لغايه دلوقتي؟ امي الراجل قاعد من بدري جوه بقى شبه الرنجايه. وانت بقيت شبه ابوك ياما. مش وقت ابويا ولا امي. امي بقى البسي حاجه كده وقابليه.
البسي حاجة من اللي أنا جايبهم لي، قصدي من اللي أنا شلتهم بعد ما هو اشتراهم. قومي ماشي يا خليل. ماشي ماشي. وعد الله عسل 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 يعني. ده العسل الجبلي ده جميل قوي، جايب معاك طبعا. أيوه. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. بتتكسف؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اكيد اتجنن. في ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ انت عاجبك اللي بيعملوا فيها ابنك ده؟ ده مش جايب لي عريس، ده جايب لي عفريت. انت شفتيه؟ ايوه شفته يا ريتني ما كنت شفته. يا نهار اسود ومنيل، ابنك بيعمل فيها كده ليه؟ عايز ينتقم مني ليه؟ اخ ياما. ايه ده؟ اللي انت عملتيه ده يا زهرة؟ انت شفتي ايه؟ شفت واحد برجل مسلوخة او عفريت قدامك؟ يا ريت يا اخويا، ده العفريت ارحم منه. يا بنتي يا بنتي، الراجل مش في شكله. هي اما بنتك دي مش فاهمة حاجة، هي بتحسب ان انا جايب لها عريس اي كلام. الراجل اللي جوه ده تل فلوس. يا ناس حرام عليكم، ارمي نفسي في طيس بالشكل ده؟ وانت عايزة ترميني انا همك في طيس؟ اه يعني يا حبيبتي، الناس الوقت كلها بتجري ورا الفلوس. يعني انت ياما كمان موافقه على الكلام ده؟ يا بنتي انا عايزه مصلحتك. قومي تعالي اعتذري للراجل ده بكلمتين، واذا كنت خايفه من العفريت انا مستعده اقول عليك النور. يعني انت مصر يا خليل؟ يلا حبيبتي يلا خش كده تفهمي مع الراجل واغز الشيطان. يا ظهري. يا حبيبتي ياما سمع كلمه يا ظهري دي دي بتقطع في صدري بسكاكين، ما بيجيليش نور تاني يا زهره صدقيني. يعني هو هيوافق على كل الطلبات يا خليل؟ كل طلباتك يا حبيبتي اللي تطلبيه تحت رجليكي. يعني ماشي يا خليل اتفضل. ضرب اتفضل. عسل والله يا عسل، انا عارف ان عسل. يا رب اهديها يا رب، افرجها علينا كلنا يا رب. ايش تجمري يا ست الحسن والجمال؟ يلا يا عروستنا اطلبي من بو عبد الله اي طلبات قدها وقدود. مهر نص مليون جنيه. بسيطة. وشبكة 200,000. ما يخالف. ومؤخر مليون جنيه. ما راح يكون في داعي للمؤخر. يعني يعني اللي بيتجوز واحدة بهالجمال عمره ما بيفكر انه يطلقها. نفسي اسكن في قصر على النيل، ونفسي في 6 عربيات احدث موديل. وما تريدي طيارة؟ يبقى كويس طبعا. والله هاي الطلبات انا ما اقدر عليها. لا انا بقول نخف الطلبات شوية. اسمع يا ابو عبد الله، بلاش طيارة، احنا ناخد بدل سفر احسن، خلي عندنا راحة. انت مالك انت؟ انا طلبت كل طلباتي، لو عايز تتجوزني نفذها لي. والله ابغى اتجوزك لكن هاي الطلبات ما بقدر عليها. خلاص يبقى مع الف سلامة ونشوف وشك بخير، ويا ريت ما اشوفش خلقتك تاني. حياكم الله. وين الطريق يا سي خليل؟ انت تايه ولا ايه؟ البيت بيتك ابو عبد الله، بس اقعد نتفاهم. بلاش قصر. والله اختك ما تركت مجال للتفاهم. بلاش قصر، بقول لك شقه قانون جديد. طب بلاش عربيات.